ألمانيا بلد جميلة والناس اللي أنا محترمة وواقفين في ظهري. هي ألمانيا بشكل عام يعني أحسن، حسيتها إنه لأنه في لي قرايب هون. والله ألمانيا يعني لا بأس فيها، يعني بتحب السوريين بتحب اللاجئين، يعني بتقدم لك فرص كثير ما بتقدم لك إياها ببلدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين وحشتوني جدا عزيزي المشاهد، ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. طبعا فيديو النهارده أنا قررت أنزل الشارع الألماني، وزي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله في ناس كتير جدا، فالنهارده قررت أن أستضيف العرب وأسألهم ليه ألمانيا الدولة الوحيدة اللي قرروا أن يعيشوا فيها، كمان إيه المشاكل اللي قابلتهم والصعوبات. فقبل كل حاجة ما تنساش بقى لايك والكومنت بتاعك الحلو ده، ويلا بينا. اسمك ايه؟ اسمي حسن. بقالك كام سنه في المانيا؟ بقالي سنه. جاي منين؟ من مصر. جاي من المنصوره السنبلاوين بالتحديد. احسن ناس والله. بتدرس ايه دلوقتي؟ بدرس لغه. وصلت البي اينز؟ لسه في الاول. ايه الصعوبات اللي بتقابلك في اللغه؟ لا اللغه سهله، بس المشكله في الارتكل، انت عارف يعني ايه ارتكل والحاجات دي، و انا بفهم الناس بس مش بعرف اتكلم معهم، بس هو دي المشكله. وناوي بعد ما تخلص مرحله البي اينز ايه الدراسه اللي ناوي تكملها هنا؟ انا عايز اخش هاوس بيلدنج. هاوس بيلدنج ايه؟ هاوس بيلدنج تمريض. اسمع اللي هو سهل هنا في المانيا. عايش لوحدك ولا مع اهلك؟ انا عايش لوحدي هنا. ازاي شايف الحياه هنا بدون اهلك بقى؟ هل في تاثير سلبي عليك؟ لا انا مرتاح الحمد لله ومبسوط والدنيا 100% الحمد لله. بس ليه يعني؟ مع ان لما اي حد بيختاري بيقول ان اهلي مش معايا في كتير جدا سلبيات بتقابله. لا انا بالنسبه لي ما فيش اي سلبيات، بكلمهم على التليفون والحمد لله كده تمام. ازاي شايف المانيا بقى من وجهه نظرك؟ المانيا بلد جميله والناس اللي انا محترمه وواقفين في ظهري، يعني انا من يوم ما جيت هنا واللي هم الناس المسؤولين بتوعي وكده مش مقصرين معايا في اي حاجه، واللي انا عايزه بحضر لي وكل حاجه موجوده، ناس محترمه يعني، وعملت معايا اللي بلدي مش عملته معايا. ايه اول انطباع اخذته عن الشعب الالماني هنا؟ الشعب الالماني شعب ممل. ليه؟ ممل، شكلهم مملين كده ومش حبيبهم الصراحه، بس هي البلد حلوه ماليش دعوه بيهم. تعرضت للعنصريه قبل كده منهم يعني؟ مش عنصريه، حصل موقف مره كنت في القطر تمام، فلقيت الراجل كبير واقف وكده، فاحنا من عاداتنا المصريين لما بنشوف موقف زي ده بنقف عشان قاعد وكده، فلما وقفت عشان اقعد قاعد يضحك عليا وما رضيش يقعد، تفهمني؟ فموقف زعلني الصراحه. وهل شايف ان الحياه هنا في المستقبل ليك في المانيا ناوي تستقري فيها، ولا ناوي بعد ما تخلص دراستك تطلع تشتغل في مكان تاني؟ لا انا هنا، انا البلد ده عاد بلدي. مش معنى المانيا الدوله الوحيده اللي اخترتها رغم ان في دول اوروبيه كتير جدا احسن منها. انا كنت في ايطاليا بس من وانا صغير نفسي اجي المانيا، يعني على طول حلم اجي هنا البلد دي. عمرك ما ندمت انك اخترت المانيا؟ لا ما ندمتش، ولو الزمن رجع بقى لورا هاجي هنا برضه الحمد لله. طب عايزك بقى تقول لي ايه الصعوبات اللي قابلتك هنا في البلد اول ما جيت المانيا؟ ما فيش صعوبات عامة، بس الصعوبات اللي هي احنا كمصريين وكده مش لنا ورق هنا، انت فاهمني؟ يعني مثلا بقول لك بلدك امان، انت اللي جايبك هنا وبتاع، فهي دي الصعوبة، هي دي الصعوبات الوحيدة، ان احنا ما عايزين ورق، بس هم بيقول لك مثلا بلدك انت، بلدك مصر امان، انت فاهمني؟ بلد الامن والامان، نص اثار العالم في بلدك، انت اللي جايبك هنا، دي اللي بيتجال. وازاي بقى شايف التأمين الصحي هنا؟ التأمين الصحي هنا من ناحية انا مثلا لما ببقى تعبان اي حافيه تعباني بقول للمسؤوله بتاعتي بياخدوني بيكشفوا عليها عن كل حاجه، يعني انا متامن صحيا هنا، لو عينيا انطرفت وقلت لهم انا تعبان هياخدوني يكشفوا عليا، يعني انت فاهمني؟ هل شفت برضه صعوبات من المسؤول عنك مثلا ما عرفتش تتعامل معاه باللغه الالمانيه، ولا بيكلمك بلغه تانية غير الالماني زي انجليزي او اي لغه تانية؟ لا هم ناس محترمه عامه، هم في الاول كان في صعوبات من ناحيه اللغه وكده لان مش كنت فاهمهم ولا هم كانوا فاهميني، بس دلوقتي يعني بعرف اتعامل معاهم شويه، حاجات بسيطه كده، وهم بيعلموا فيا، يعني هم دايما يجي يقعدوا معي يقولوا عايزين نذاكر معك، عايزين، وبعلموني تقاليد البلد، حتى الاكل، اكل ازاي كده، انواع الاكل، اكل بالمعلقه والسكينه ازاي والكلام ده. والله ازاي شايف عاداتهم وتقاليدهم مناسبه ليك؟ هي مش مناسبه ليا الصراحه، بس انا بتعلم، بحاول امشي معهم، اخش في حياتهم وامشي زيهم كده. اسمك ايه؟ محمد. منين؟ أنا من سوريا. منين من سوريا؟ من دير الزور. أحسن ناس والله. حبيبي. بقالك قد إيه في ألمانيا؟ أنا صار لي هون شي 4 5 شهور. ما شاء الله لسه جديد. إيه والله. هل قابلتك صعوبات هنا في البلد؟ والله الصعوبات يعني تكمل كلياتها باللغة. ليه بقى؟ يعني هي مفتاح الحياة هون بألمانيا اللغة، عرفت؟ يعني أنت كشغل كحياة كتواصل مع الناس يعني أهم شي اللغة هون، عرفت؟ عايش مع أهلك ولا لوحدك؟ لا والله لوحدي. ازاي شايف الحياة هنا بدون الأهل؟ والله هي صعبة شوي يعني، بس انه الواحد نفس الوقت فيها لها سلبيات وإيجابيات، عرفت؟ يعني إيجابياتها انه
تمام هون بالنسبة للشغل للأمور للحياة أفضل من سوريا بكثير. أما يعني تظل الأهل يعني العيشة مع الأهل لحالها تكفي عرفت. ربنا يخليهم لك. وهل ناوي تجيبهم في المستقبل ولا يفضلوا في سوريا؟ والله إذا الله قدرني ليش لا، يعني الواحد ما في أحلى من يكونوا أهله جنبه عرفت. إيه والله. إيه أول انطباع أخذته عن الألمان هنا؟ يعني الألمان بشكل عام شعب أول ما شفته يعني شعب بحب العمل، يعني بحب بنفس الوقت تحسه يعني منغلق ومنفتح عرفت. يعني بتشوفه انه مثلا يعني بحب يستكشف كذا، بس بنفس الوقت يعني بحب العمل، ما عنده بس حياة العمل، اهم شيء عنده العمل. يعني انا هذا اللي شفته، يعني ما انه في يعني في هيك تطورات انه مثلا عنا العرب نحن بشكل عام انه في عنا شيء مثلا نروح نطلع نجي عرفت. اما هون ما شفت هالحياة. طيب اشمعنى بقى المانيا الدولة الوحيدة اللي انت اخترتها رغم ان في دول اوروبية كتير جدا احسن منها؟ هي المانيا بشكل عام يعني احسن حسيتها انه يعني لانه في لي قرايب هون وفي لي يعني بس احساسي كشخص قبل ما اجي يعني حسيتها كدولة افضل من باقي الدول يعني عرفت. اي والله. وهل ناوي تستقر في المانيا هنا بعد ما تخلص دراستك وشغلك ولا هتطلع برا؟ والله ناوي استقر هون ان شاء الله اذا الله راد، و يعني الواحد بس يدرس ويخلص ويعني يعمل هون وإن شاء الله يكمل حياته، يتجوز ويلاقي بنت الحلال ويكمل حياته. ما في أي شيء، بالعكس هون الحياة حلوة يعني بالنسبة للمعيشة وبالنسبة للعمل. عايزك تقدم نصيحة للشباب اللي عايزين يجوا هنا ألمانيا أو اللي لسه بيتعلموا اللغة الألمانية علشان يجوا هنا. والله اللي بده يجي جديد لهون على ألمانيا بالنسبة للشباب، أول شيء بدي أقول لهم يركز على موضوع اللغة، لأنه اللغة بدون اللغة يعني ما راح تعرف شيء عرفت. ثاني شيء الموضوع العمل يعني بالنسبة للشباب يعني يعطوا انعكاس صورة البلد كلياتها عرفت. يعني بالنسبة للواحد يقدم الصورة الإيجابية لبلده، يصير مثلا يقولوا الألمان أنه شعوب منفتحة، العرب مون ولا شعوب. يعني في مواقف تشوفها قدامك احيانا تزعل عليها عرفت. اي والله. وبتمنى من كل الناس ومن كل العالم اللي تسمعني انه يتعبوا على حالهم، ونحن بغربه يعني الواحد يعطي الشيء المنيح والصوره اللي تعكس تربيته وتعكس يعني نحن عرب بالنهايه كلياتنا، وبدنا نعكس صوره حلوه للعرب. هل قابلتك عنصريه قبل كده من الالمان هنا رغم ان بقى لك 4 شهور؟ والله عنصرية ما صادفني عنصرية، لأنه أنا كشخص يعني ما احتكيت زيادة بالألمان بالنسبة لموضوع اللغة، لأنه حاليا عبدرس شوي شوي والواحد بيطلع يعني بصح لي أنه اسمع كلام كذا، الواحد بيتعلم من الناس وكذا عرفت. بس أما كاختلاط وكذا ما احتكيت زيادة مع الشعب الألماني. اسمك إيه؟ مثنى. منين؟ من سوريا. منين من سوريا؟ من درعا. بقالك كم سنة هنا؟ والله صار لي هنا 10 شهور. ما شاء الله كل الناس اللي قابلتها في الفيديو كلهم جداد. ليه بقى ألمانيا الدولة الوحيدة اللي انت اخترتها؟ والله ألمانيا يعني لا بأس فيها، يعني بتحب السوريين بتحب اللاجئين، يعني بتقدم لك فرص كثير ما بتقدم لك اياها ببلدك. ايه وهنا يعني بألمانيا في سلبيات وفي ايجابيات هيك يعني. بتدرس ايه؟ يعني بدرس لغة والله حاليا. وصلت لأنهي مستوى؟ والله اسباني. ايه اول انطباع اخذته عن البلد اول ما جيت هنا؟ والله لقيت شعب متواضع يعني وشعب عادي ما عنده شوفت حاله او شيء. عاش معك ولا لوحدك؟ لا والله مع الحاله حاليا لوحدي، بس بدي اجيب اهلي ان شاء الله. ناوي تستقر هنا في المانيا بعد ما تخلص دراستك؟ طبعا ان شاء الله راح استقر. هل قابلتك صعوبات هنا اول ما جيت البلد ولا لا؟ والله هو قابلتني صعوبات، بس يعني الواحد بده يتاقلم مع الوضع. يعني اول ما اجيت لا بتعرف حدا، ما انك متعود على الجو، بعيد عن اهلك وناسك، يعني بدك تتاقلم شوي بعدين بتمشي على الوضع. وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.